وهو بيشغل مخه. علشان كده مش اي حد والسلام يلا القلب وقع القلب حبك، لا. اهلا بكم يا اصدقائي، يا رب دايما تكونوا بخير. في البدايه بقول لك لو انت لسه جديد معانا وما اشتركتش في القناه، يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس علشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك. وفي البدايه كمان عايز اقول ان انا سايب الانستجرام بتاعي في الوصف بتاع الفيديو ده لاي حد عنده سؤال او استفسار حابب ان هو يتواصل معايا. كمان عشان حبايبنا اللي بيسالوا ليه لما بنمشي في سلسله برج بيبدا عن برج، قلنا بنبدا بالابراج اللي ليها اكثر جمهورا فاكثر، وبنعرف الكلام ده من خلال تعليقك ولايكاتك على الفيديوهات اللي بتخص ابراجك او بتخص برجك. يلا كل واحد يشجع برجه، واكيد من العداله ومن الطبيعي هيكون في المقدمه برج الدلو. نعرف ازاي ان برج الدلو بيحبنا، وهو من الابراج على فكره اللي بتحتاج دراسه دقيقه وملاحظه دقيقه علشان تعرف تتاكد من حاجه زي دي. تعالوا في البدايه نفترض ان مفيش بينك وبينه او بينك وبينها تعامل، انت يا دوب بتشوف ومفيش اي اختلاط بينكم، بس هو يهمك وعايز تتأكد من مشاعره. مبدئيا انا ضد كل وجهة النظر او كل وجهات النظر او كل الناس اللي بتقول ان برج الدلو المشاعر عنده مش عالية او المشاعر عنده قليلة. انا عايز اوضح الحتة دي من خلال دراستنا لصفات وخبايا واسرار برج الدلو. برج الدلو مش المشاعر عنده قليلة، برج الدلو من الأبراج اللي بتعشق الحرية وبتعشق الانطلاق. فهو قبل ما بيرتبط وقبل ما هيدي حريته دي لشخص معين بيفكر كتير قوي وبيشوف هل الشخص ده هيكون مناسب ليه ولا لا. فبناء عليه برج الدلو ممكن هو أو هي بياخد فترة طويلة نسبيا على ما يشوف الشخص المناسب، الشخص اللي أنا هتنازل عن حاجة من الثوابت اللي في شخصيتي اللي أنا ما أقدرش أستغنى عنها وهي الحرية. أنا ما بحبش إن حد يقيدني، ما بحبش التقييد وده طبع فيه. فلازم الشخص اللي أنا هرتبط بيه يكون متفهم ومتقبل النقطة دي قوي ويكون على دراية بيها وهو بيشغل مخه. علشان كده مش اي حد والسلام يلا القلب وقع القلب حبك، لا. هو دايما بيحط قدامه وفي اعتباره النقطة دي، توضيحا بس وردا على كل الناس اللي بتقول ان المشاعر عنده قليلة. في البداية كل ما عليك الا انك تلاحظ عيونه. لو انت مفيش بينك وبينه اي تعامل شوف عيونه، لو لقيتها مركزة معاك تأكد ان في قلبه حاجة تجاهك. هتلاقي برج الدلو سواء راجل سواء ست مركز معاك بعيونه، ده لو بيحبك طبعا على فكرة. وعلى فكرة هو تركيزهم بيبقى هادي اقرب للثقة شوية، يعني دايما كده مش من النظرات اللي هي الحادة. ما هو في شخصيات او ابراج لما تكون معجبة يعني بيبص لك كده هياكلك، وفي ابراج تانية تبص لك كده تحس ان في باين عليها قوي وافورة وفي حماسة شديدة وفي شوق شديد. لا، برج الدلو بتحس ان هو في هدوء، بتحس ان هو في ثقه في النظره، هي نظره مميزه. نظره بنت او رجل الدلو على فكره بالذات في البدايه ليك بتكون مميزه، النظره وليس العيون عشان في فرق، فهتلاقيه مركز معاك. طيب كل ما عليك اللي انت تعمله لو عايز تتاكد ركز معاه انت مره اتنين وشوف، لو لقيته مركز معاك مره اتنين تلاته تاكد ان هو مهتم بيك جدا. تعالوا بقى ندخل على المرحلة التانية، ونفترض ان انتوا في بينكم وبين بعض كلام ولكن بشكل محدود. هتلاحظ في المرحلة دي ان هو في ابتسامة اول ما بيشوفك، بمناسبة ومن غير
مناسبة. يعني انت ممكن تكون اولا وانت جاي عليه كده، ده لو بيحبك طبعا، في ابتسامة مميزة لأبراج الدلو وهادية برضو على فكرة. طيب ممكن انت تكون خلاص جيت وابتسم لك وسلمتوا على بعض، وبعدين قعدتوا ما عداش دقيقة او اتنين وعينك جت في عينه هتلاقيه بيبتسم تاني. يعني برج الدلو كده لو حب حد من النوع اللي بيحب على فكرة ان هو يتأمل فيه، ويتأمل فيه بصمت، يعني مش يقول له بقى ايه لو هو مثلا شاب شعرك وعيونك ووشك ولبسك، لا مش من النوع ده، هو بيتأمل بصمت. يعني ممكن تبقى انت مش واخد بالك وهو سرحان فيك على فكرة، او هي سرحانة فيك. دي صفات برج الدلو لما بيحب. كمان في المرحلة دي هتلاقي حاجة قوية جدا عنده، هو ان هو بيحب يحل. يعني ايه بيحب يحل؟ يعني اي مش عايز اقول مشكلة، اي حاجة عندك تكاد تكون فيها شيء يصنفها مشكلة هتلاقيه داخل معاك في فرض حلول جذرية ليك. يعني مثلا انت ممكن شايف ان في مشكلة عندك، سواء اجتماعية سواء مادية سواء مهنية، ايا كان هتلاقيه خلاص بقى بدأ يتكلم معاك، وهو بيحب ان هو يحللك، بيحب ان هو يتحاور معاك بلغة العقل على فكرة، بيقولك ايه رأيك لو تعمل كده وكده. هو سياسي على فكرة، برج الدلو من الابراج السياسية في التعامل. يبان لو هو بيحبك قوي السياسة بتاعته دي في المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي، هتلاقيه ما هوش متعصب لرأيه او لرأي معين. ده لو بيحبك هتلاقيه بيفرض لك كده اكتر من احتمال او اكتر من حل، وبياخد رأيك فيهم. طيب في المرحلة الثالثة، في المرحلة الثالثة لو انتوا خلاص في بينكم وبين بعض تعامل قوي، قرايب جيران، المهم ان في بينكم وبين بعض تعامل قوي، هتلاقيه او هتلاقيها زي الطفل اللي عايز يتعلق في ايدك، عايز يخرج معاك في كل حتة، عايز يروح معاك في كل حتة، مش عايز يعدي ولا ثانية من غير ما يكون معاك، ما بيملش منك، رغم ان هو من الابراج الزهوقة او من الابراج اللي ما بتحبش الخنقة. مهما اشتكيت له ومهما حكيت له عايز يسمعك، عايز يعرف اكتر، بيمشي معاك لجذور عميقة جدا جدا في كلامك، بيتكلم معاك بدون كلل وبدون ملل، زي ما قلنا من شوية زي الطفل اللي عايز يتعلق في ايدك في كل وقت وفي اي مكان. هتلاقيه كمان او هتلاقيها مش عايز يزعلك منه، مش عايز يغضب عليك، ولا سيما دي بتتجلى في حتة الغيرة. لو حصل موقف معاك او معاكي يستدعي غيرة برج الدلو، عشان الناس اللي بتقول ان هو في الغيرة ما هواش عالي، لا يا جماعة، هو برج الدلو عنده حتة السياسة عالية. هو هيمشي معاك بعقلانية في الكلام، هيبقى مش عايز يزعلك ومش عايز يوصلك احساس ان هو مش واثق فيك، او ان هو يكبر الموضوع زيادة عن اللزوم معاك، او ان انت تزعل منه او تفهم حاجة غلط. لا هو على فكرة بيراعي جدا، بيراعي جدا الشياكة في التعامل، عنده حتة الشياكة في التعامل معاك، ولا سيما لو كنت انت تهمه قوي. ملاحظ بسيطة جدا يعني بتخلينا يختلط علينا الأمور لما بنحلل شخصية الأبراج، نخلي بالنا منها. هو بيتعامل معاك برقي، بيتعامل معاك بثقافة. في أبراج في الغيرة بتاعتها ممكن تشتم، ممكن تتعصب، ممكن تضرب. برج الدلو مش أجريسيف، مش عدواني أبدا في حتة الغيرة بتاعته، بيحتفظ بيها جواه وبيعبر لك عنها بشكل في منتهى الشياكة. ودايما في الآخر تأكد إن كل ده يحصل معاك لو هو بيحبك. طيب لو مش ما لو هو ما بيحبكش، أو لو أنت ما أنتش فارق معاه، تأكد إن مفيش أي حاجة من دي هتحصل معاك، أو على الأقل بنسب بسيطة جدا.
كده نكون ركزنا على أبرز الصفات المحورية في صفات برج الدلو في الحب، اللي تعرفنا إزاي نتعامل معاه وتفهمنا شخصيته وتعرفنا كمان حقيقة مشاعره تجاهنا. أي سؤال أي استفسار اكتبولي على الإنستجرام وبعتولي، أنا بقرأ وبرد. وما تنسوش تكتبولي آرائكم في الحلقة دي، تهمني جدا، انا دايما بحب اني اشارككم في تعليقاتكم وبتقبلها ايا كانت. هتوحشوني.